سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكه، رمضان على الابواب. قبل دائما كيف القاعده، قبل ما كنبدا الفيديو ديالي كنرحم جميع الشهداء اللي ماتوا بالكورونا، وكنطلب من العلي القدير باش يشفي المرضى اللي راهم مرضين دابا حاليا موجودين بالمستشفيات في بلادنا. حبابي واخواتاتي، اليوم جبتكم واحد الكروكيطات الذي يصلحوا في الفطور ديال رمضان، ولا في شي عشيوه، ولا في شي ترفقوهم بشي صوص وشي حاجه نتاع البطاطا. غادي يحماقوا عليهم الوليدات نتاعكم. شنو عندي في المقادير؟ هنا عندي واحد جوج بطاطات اللي بشرتهم حكيتهم، خضر، وعندي جوج بيضات، عندي 100 غرام ديال 250 غرام ديال الكفته اللي درت لها الترميله ديالها. ديروا الترميله اللي كديروا نتوما الكفته، انا درت فيها شويه ديال صوص صوجا، واحد المعلقه ديال البصله الحمراء محكوكه، قزبر معدنوس، الثومه، الشاونيه، الابزار، الكمون، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال السودانيه. هادشي اللي درت فيها، والمليحه. عندي هنايا واحد الكاس ديال الجبن مبشور، عندي جوج بيضات مخوضين، والنصف ديال البصله اللي بقى محكوكه اللي درتو اللي شطلي على الكفته، وجوج بيضات، وعندنا الزيت اللي القلي. يلا حبيباتي، او الدقيق، ويلا حبيباتي تفوتوا معايا الطريقه. اول شيء غادي نخوض هاد البيض مع البطاطا. علاش؟ لان باش يشد فيها مزيان. من بعد غادي نزيد الفرماج، ونزيد البصله، ونزيد التوابل. الان التوابل عندي شويه، نسيت ما قلت لكمش، عندي تما شويه ديال الزعتر، شويه ديال الشاونيه الحاره، ثوم بودره، شويه ديال الكوري نسيت ما قلت لكمش، الابزار، الملح انا دائما كندير ديال الهيمالايا البنات، وشويه ديال الزعتر اللي غادي نحكو بين يدي. صافي، وغادي نخلط قليل من الدقيق، قولوا واحد شويه. ها شحال درت انا؟ قولوا واحد نص كاس ديال الدقيق فورس. اذا غادي نعجن البنات كلشي المقادير بيدي ونرجع معكم، اوكي، باش ما يجينيش الفيديو طويل. اذا انا راني عدلت البنات واحد الصينيه درتها في الكونجيلاتور تشد مزيان، عاد باش نقليها قدامكم. وبقاو لي من بعد ما قليت الكفيتات اللي مازال ما دورتهمش، انا ندورهم قدامكم هادو. اذا كندهن يدي بالزيت، نقليها. اذا كنعاود عاوتاني ندهن يدي بالزيت باش ما تلصقليش، ولا بغيتو ديروها هكا يعني، واخا تلصق ماشي مشكل، ماشي مشكل. سو سون دي بينيي ديال البطاطا بالكفته، وداك الحشوه اللي كتشيط من هاد البطاطا البنات تقليوها هكذاك في خبيزات بحال دي بيني، كيجيو غزالين. هانتوما غادي نديرها قدامكم. اذا غنكمل هادوك اللي باقيين اللي تما. وكنرجع نقلي، غنقلي قدامكم اللي درتهم في الكونجيلاتور، خصهم ضروري يفوتوا الكونجيلاتور البنات باش يدوز عليهم البيض. بغيتو تقليوهم هكذا ماشي مشكل، كلكم تقليوهم. كندير عيني ميزاني، بغيتي كويره كبيره ديريها كبيره، بغيتي ديريها صغيره ديريها صغيره. انا كنديرهم هكذا متوسطين. كنديرهم هكذا متوسطين.
صافي غادي نخليهم يدوزوا الكونجيلاتور حتى يقصحوا يشدوا راسهم عاد نديرهم في البيض ونعاودهم في الطحين ونقليهم بالزيت. اذا حبيباتي انا خرجتهم من الكونجيلاتور والله بردوا شويه قصحوا شويه اذا كنعاود مازال ما قصحوش بزاف يعني باش يشدوا راسهم صافي كنديرهم في البيض ومن بعد غادي نديرهم في الطحين صافي غادي نقليهم في تكون الزيت حاميه صافي كنحطهم هنا. اذا بحيث غنكون كنقليهم ونوريهم ليكم غنكمل هادشي كامل هنا بالبيض ندوزو بالبيض وديك الساعه نرجع لكم. اذا حبيباتي ها هما كيطيبوا كيتقلاو في الزيت كيتحمروا شتو انت كيتحمروا كيجيو غزالين ومقرمزين مقرمنين مهرشين. اذا حيت غيطيبوا مزيان ويتحمروا لي مزيان ونحيدهم بغيت عاد نزيد لهم شويه اللويين وما هادو هما لي بولات ديالنا ديال البطاطا معمرين بالحسا رائعين. وها هما الكروكيطات حبيباتي وجدوا قليتهم كروكيطات نتاع البطاطا والمعمرين بالكفته وقدمتهم على صوص طوماط مع خل بلزاميك مع زيت الزيتون وصوص صوجا شويه ديال صوص طوماط طوماط سوغيز شويه ديال الخيار وطريف الحامض. الان غادي نقطع معكم وحيده وغادي تشوفوا كي كتجي اذا كتجي لنا هكذا الف صحه وهنا. جربوها البنات ما غاديش ندموا عليها رائعه ومع السلامه. ما تنساوش لايكيو وتسجلوا في القناه ديالنا وسنكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله وبحمده. وهل هنا نقول لكم مع السلامه.